السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان اشرح لكم طريقة حذف جهات الاتصال يعني الاسماء في جهاز الايفون دفعة واحدة. قبل لا ابدا بالشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. طبعا طريقة نقل الاسماء من ايفون الى ايفون هذا الشرح انا مسويه قبل كذا، وراح احط لكم رابط الشرح بالدسكريبشن اسفل الفيديو. نشوف الطريقة مع بعض. نشوف جهات الاتصال بالبداية، زي ما انتم شايفين عندي جهات اتصال كثيرة جدا. طيب كيف طريقة حذفها دفعة واحدة؟ نروح إلى الإعدادات، طبعا لازم تكون مسجل دخولك في الإيميل، أي إيميل ما في مشكلة، تروح على الإعدادات من هنا وننزل تحت إلى الحسابات وكلمات المرور وكلمات السر. طبعا إذا إصدارك قديم ما راح يطلع لك هذا الخيار، راح يطلع لك البريد، تدخل على البريد وتكمل الطريقة. أنا إصداري جديد راح يطلع لي الحسابات وكلمات السر، ندخل عليها من هنا راح تطلع لك الإيميلات اللي أنت مسجل فيها دخول. ادخل على أي إيميل ما في مشكلة، كمثال هذا الإيميل راح تطلع لك هذه الخيارات. كل اللي عليك تسويه إنك تفتح جهات الاتصال، تفتح الخيار اللي عند جهات الاتصال. لما تفتح الخيار هذا راح يقول لك الاحتفاظ على الآيفون، يعني تحتفظ بالأسماء أو تحذف الأسماء. نقول له حذف من هنا، وراح يسألك يعني يأكد عليك يقول لك هل أنت متأكد من حذف الأسماء؟ نقول له نعم، نضغط على حذف من هنا، وبكذا يتم حذف جهات الاتصال دفعة واحدة. الحين لما نروح لجهات الاتصال زي ما انتم شايفين خلاص ما في جهات اتصال عندي. هذا الشرح بسيط وسهل، اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفمان الله.